السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة ان شاء الله. بصراحة ما غاديش نطول بزاف في هذا الفيديو لان ربما الجميع راه شافوا، ربما لان الجميع راه شاهدوا. انا يلا شفت دابا كتفرج الدوزيام بان لي الخبر، عاد شفت عاوتاني في اليوتيوب يعني تهضروا عليه بزاف، هو الاغتصاب والقتل ديال ديك الفتاة حنان في الرباط في الملاح، يعني بديك الطريقة البشعة من طرف واحد كانت عنده علاقة بها، واحد ذو صوابق قرقب محشش، يعني زعما داكشي اللي شفت. واحد الفيديو ما شفتش انا الفيديو ديال هذا الاغتصاب وما بغيتش نشوفه بصراحه، ما بغيتش نشوفه، وما تنوصي حتى شي واحد انه يقلب على ذاك الفيديو باش انه يشوفه، لان الطريقه كما شفت واحد الفيديو تحكي فيه واحد السيد، لان الطريقه بشعه باش قتلها، وهذا الشيء يعني زعما راه يندى له الجبين بصراحه. حنا كمغاربه راه عمرنا ما شفنا بحال هاد الحوايج، بحال هاد الجرائم هادي، ربما تشوفها الانسان غير في الافلام ديال الرعب ولا في افلام ديال ما عرفت شنو. يعني بصراحه هاد الشيء راه يعني صافي، راه خصنا وصلنا لواحد الليميت بصراحه ديال التدهور ديال الاخلاق، يعني لواحد الدرجه اللي خص يعني الجميع تتكثف، جميع الجهود، لا ديال الدوله، لا ديال البوليس، لا ديال العائله، لا ديال الاسره، المجتمع المدني كامل، وذوك الجمعيات اللي كذلك اللي تنقولوا تندافعوا على حقوق المراه والحقوق هذه وحقوق هذه وحقوق الطفل، حقوق فينا هما ما تشوفهم تقريبا، ما تيبانوش ربما، ما تشوفوش يعني الدور اللي تقوموا به، مع انهم يتقاضون بعض الاموال من اجل يعني هذاك البراميز ديالهم اللي تيقولوا تثقيفيه وكذا وكذا، ولكن يعني حتى لكانت راه هي ضئيله وما عطياش الاكل ديالها، لان داك الشيء خصو يبان في المجتمع، خاص تكاتف يعني جميع ديال الجهود، لا ديال سيرتو البوليس، البوليس خاصو يعني يحارب يعني بشتى الوسائل، هادشي ديال الحبوب ديال الهلوسه وهادشي ديال يعني ديال القرقوبي وهادشي، لانه هادشي مع الفقر مع الفراغ اللي تيعاني منه الشباب، مع يعني مع الاميه مع الجهل، راه غيكون عندنا مجتمع مريض بهذا الشكل او اكثر كاع. هاد الجرائم راه فعلا ما تتوقعش في المغرب، تتوقع في جميع انحاء العالم، ولكن حنا كبلد اسلامي ما بغيناش يكون عندنا هاد الشيء، ما بغيناش نشوف هاد الشيء، وهذا ما كان، هذا ما كان. تتمنى يعني الجميع تكثف الجهود ديال سيرتو في الاسره، التربيه وكذلك الدوله بالبرامج التربويه والتنمويه. هذا ما كان، بلا ما نطول عليكم يعني زعما في هذه الحلقه. بصراحه الله يرحم هذيك الدريه، الله يرحمها ولي صبر الوالده ديالها، ونتمنوا يعني يعني ما نبقاوش نشوفوا ونسمعوا بحال الاخبار هذه اللي يندى لها الجميع. نتمنى نتلاقى معكم في حلقه اخرى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما كنتش بصراحه انتم تعرفوا المواضيع ديالي فاش نهضر، ولكن ملي شفت الخبر هذا ضروري انني خصني نهضر فيه، لان هذا الشيء راه صعيب 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 بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.